Merci beaucoup, merci infiniment. عزي عزيتي جدي بيان عزيزتي ضيفتنا اليوم في تروزيوم ميتون هي ممثلة تونسية ومزينة للمكسيمون ماكايفر. ها ماكايفر اسمعني نقول لك من تو تدخل النوفيتي نتاعك نحب عيني كلوته توميتك ماما غير ما نطول عليكم نستقبلوا بعضنا الفنانة والممثلة التونسية المشهورة سميرة مقرون. بن سير سلم علي يا سمير بشي حقيقة سلم علي بالبوز سلم علي بالبوز يا سمير سمير حبيت في الدبي قبل ما نبدأ النوميسيون ونبدأ الانترفيو نتاعنا حبيت أقول لك إيش قولك في الكوستيم نتاعي تهبل تقتل إيش قولك في كل بوتون مونشيت وكل الشوفو والبابيون هلو It's me. It's me. وشعرك يا حبيبي. شو عملوا سفر ازاج؟ شو عملوا سفر ازاج؟ اسمعني سمير. سمير. بريس حنين قولي لي. تو بوبوزون جاتني اوفر في مصر. زعما نجم نولي غاديك في مصر نولي مشهور. نجم علاش ليه؟ حتى من اللغة المصرية حافظها. قول. ترى جرب اسأليني بالمصري توتري. الشعر الحلو ده. الشعر الحلو ده في الاصل انا ماخذ دفر ازاج بس بعد مده كبيره مع العيله بتاعي اخذوه من عندي وقالوا لي ما عندكش فكره ممكن كذلك ممكن كذلك ممكن كذلك يا اختي سميره تساليني سؤال رومانسي وحتشوفي الرومانسيه على قد ايه رومانسي بيه نازي اساليني اساليني حبيت في حياتك حبيت في حياتي مرتين المره الاولى نسيت لي حبيت بس حبيت في المرة الثانية حبيت النهار اللي جبتك فيه للمسيو تبعي اقسم بالله اقسم بالله سميرة سامحيني باش نقاطعك بالمصري ليس بالمصري هذه عربية اذا لازم نعاود نحكي بالتونسي دزلي 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 سميرة برشا عباد ما يعرفوش امور الكنيسية نتاعنا حبيت نقول له قبل ما يعطينا الفي تي تي سميرة راهي تمرمدت برشا بس وش التلفزيون ميغالو اول ما خدمت في التلفزيون هربوها بطلت من التلفزيون وباعت البرفانات وانا باش نكون بارمي لي كونسيير بوتي نتاعكم تمشيش ما تجيوش ما صورت شيء من برفانات مسكينه ها ولدي دورتها تبيع في الثوم الثوم المسنك ماذا بينا ما نطيبوش بيه على خاطر يعمل وجيعه في الراس هذا المسنك اللي فيه عرق اخضر حتى من الثوم ما تبيع ليش فلست وسافرت لمصر خدمة ماكينة ماكينة صابون متاع ساقين بريحة الثوم وساقين اتخنقت فايقناها بصرفاق صبينا عليها سطل ما بارد وجبناها اليوم للستوديو طب قولي لي يا سميرة الدخلة كويسة؟ شو شو كويس؟ هكا طبحني؟ سميرة سامحيني سامحيني أقوى مني المخرج قال لي عدي عدي ما نجمش نقولوا ليه خلي رسموني في قناة وبعد توتري اسمعيني سمير عندكش فكرة شكون اللي جابك اليوم في ميغالو شو؟ فبارينا جبت كل مسيو شو باش نعملوا ستار ودنيا؟ باهي توا سالك الحكاية اسمعيني 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 باهي هو بيتاتر تجمي تقولي المخرج هو اللي قال جيبوه بيتاتر تجمي تقولي واحد من الجمهور قال جيبوه بيتاتر تقول عملوا ريشيرش تعرفيش تشكون بالضبط اللي قال نجيبوه اليوم للنومنسيون لا لا مناش بي مش مشكل تنعطيك مؤشرات فماشي ما تعرفي شكون جابك للنومنسيون علي قلبه صافي وينشط حافي وقلبه شعل بالحب حتى تربوله ما تافي شيء بالمؤشر هذا ما عرفتيش شكون لا لا بي مزيان اعطيني مؤشر ثاني وعلي قلبه سخون ووجهه تحفون ويموت على حاجه اسمها سمير مقرون
بيه مش مشكل، هذاك علاش عملنا مؤشر ثالث، بالك شي تعرفي. الحب دح دح والهجري كخ كخ، وحبك يا سميرة في قلبي البخ البخ. عرفتيش شكون جايبك اليوم في النوميسيون سميرة؟ هو متنكر في ثلاثة مرات، هو متنكر متنكر، أما الشعر ما يخيبنيش. يا حبيب ما قالوا جايبك اليوم في النوميسيون سميرة. بيه سميرة، حبيت نصارحك اليوم بالحب متاعي لك أنت، وحبيت نقرأ لك قصيد. هاي ما جاي برعتيني كتابي الأحزان، ما قايفة بعتيني القصبة ما قايفة. شدي عندك يا سميرة، نحبك يا سميرة وعليك ندير القيرة، كنشوفك قلبي رف تقولش علي يا ريت شاكيرة، قلبي عليك يغني وكان كتول مني، نطلع لك على سلوم وناكل برشة ثوم، ولا نجيك نعوم وتولي لحيرة، حبك في قلبي سميرة. هادي تجي أما قايفة يا ودي، مش قلت لك يا ودي؟ اسمعني اسمعني ما قايفة، ركز معي، قلت لك تجي سميرة عيني كلوت، هبت عيني كلوت، هبت عيني كلوت، أما قايفة هبت عيني كلوت، جيبوا له بلاك خليه هبت عيني كلوت. شبيك أما قايفة؟ بيه نمشوا للأمور الأخرى تو، ما قايفة ما قايفة فيخ أما قايفة. بيه اسمعيني يا سميرة، هنا على ما فرحت بيك لهنا أقسم بالله عندي واحدة حبايبي حضر لي فيديو ديديكاس لك انت، شن عادي هيلك توا في الفي تي تي لك نسي، اعطينا في تي تي. سميرة انا ابقل التلفون، سميرة انا ابقل التلفون، سميرة في المدرسة مجملان، سميرة وين يا الله، سميرة في المدرسة مجملان، سميرة في المدرسة مجمل، سميرة صير الجنوب الفوق، سميرة وين يا الله. سميرة توا يزينا من الجو هذايا ومن الفازات ومن الفيديوهات الكل تفيد ليك، ما حاجة برك مش تفيد ليك هي الحب متاعي ليك انت. سميرة لو كنت تحكي لي شنو النوفو تاعك، شنو عندك جديد؟ كالعادة أنا داخلين في سيزون تاع مسلسلات رمضان. كيفاش نبدا نصور في مصر؟ ما تحكوش عروسة؟ عروسة؟ عروس ولا عروسة؟ عريس. عريس من داخل عروس ومن برا عروس، عروس أنا حاجة من بعروس. سميرة فما برشة توينسة وسرتولي قاعدين يتابعوا فينا في التلفزيون ما يعرفوش اللي انت عندك أستاذة في الإنجليزية. أي مش أستاذية، ما كملتش حتى الأستاذية، ما كنت نجمي ولي أستاذة في الإنجليزية. تي معنى يا أستاذية نجم نقري معنى إنجليزية. صحيح بيه، هذيك عليش حبنا معاك اليوم التيست باللونجلي، نعطيك بعض الأسئلة وانت جاوبيني اسكو تفهمي في الإنجليزية اسكو نو. نبدو بيه البيج بين يا سميرة، هل هي في الأصل منجيلة خليها لطفي زيتون في لندن؟ ولا هي فياقة كان يستعمل فيها مكي هلال كي كان في بمبسي؟ ولا هي كرونومتر يحسبوا به وقتاش ليش من حامدي يروح لتونس باش يرتاحوا منه؟ ولا هي بيتزارية يقول لي فما في اللاك بيك بي؟ هذه ما خلتش عليها أنا موتو وليت في القناة ومبرزيب تنعرف برس مش معناها بيك بي، من عافيش كلمة ذي بيك بي؟ منجيلة، المنجيلة هذيك معروفة متاع لندرة، هذيك هي بيك بي؟ ها؟ اسمها بيك بي؟ اسمها لمن يقولوا يسموهم في لندرة، احنا حتى منجيلتنا ما عندناش اسمها. بي مش مشكل، شكون اكبر في العمر قولي لي ما كتفهمي في الانجليز، ملكة انجلترا ولا البشبوش؟ ما يذول لي فار جينيراسيون هكا، فار جينيراسيون هو كي تثبت يخطفلها شويه فما شبيها، والله فما شبيها. باش قولك مادام كنت تفهم في الانجلي علاش ما ناخذوهاش للبيج؟ كيفاش نقولوا له مثلا اف يو ماري مي ديد يو ماري مي ديد يو اكسبت مي اور نوت اكسبت انسر مي اف يو كان؟ تو هو معرس نخطبوا له، نخطبوها لك انت بيه مثلاً مش هكا شعرها، كي شعرك هي جست أبيض وانت هي لبس عليها هاي لبس الحق التاج اللي فوق راسها هذاك عايشنا كل يو بيه اسمعني ملي قولي لي بلي قولي لي سمير خلينا نحسبك صديقة مقربة، نحسبك انت من تيم بيه
كيفاش مثلا نقول لها كي نبعث لها في الميسي نقول لها انك عجبتيني؟ كيفاش نقولها بالانجلي؟ قلها I find you very attractive and you look like Albaji. اوكي خلينا نقمرهم في مخي هذوما. I find you very attractive. Very attractive. برسي حنين سميرة خذيني على قد عقلي راني تروزي من بريمير. I found you very very attractive. Attractive اش معنى attractive؟ باركة هي كي تقولها في العمر هذا اش معنى attractive؟ اش معنى very attractive؟ تفرح. اش معنى attractive؟ معناها جذابة. هي جذابة؟ أكثر حاجة تنجم تكون لها جذابة هي الدود. مش مشكلة. بعد الفاز هذيك شنو نجم نقول لها؟ مثلا نحب نقول لها عجبتيني ريتك تدوري في بلاصتك بالانجلي. شفتك ما نعرف وين. ها؟ غني لها. كيفاش تقول لها بالانجلي؟ شفتك ما نعرف وين. شفتك ما نعرف وين. I saw you, I don't know. برسي حنينة غنيها لي، غنيها لي غنيها لي. I saw you in حلفة وين. So you في الحلفة وين. Or maybe في الصباغين. So you في الحلفة وين. تتمشى هي. So you في الحلفة وين. Or in باب الخضرة. الخضرة مش دقرينة ولا الخضرة هي القرين. هي الخضرة القرين. أي في أي في the green door. I saw you in the green. سبون 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 أنا قلت روح قلت روح قلت روح. بي والخاتم شو اسمه بالانجلي؟ رينج. رينج رينج. كيف شنو عبتلها بوكس هنا؟ رينج قول خاتم رينج قول خاتم. بي نكملوا التيست اللي قاعدين نعملوا فيه. عايشك يا سميرة شعرك أحلى السماء نمشو توتم تكمون كملو كوستيون مرو تروى الإنجليز يشربوا برشة تي مي هل صحيح أنه الإنجليز كي يعملوا رشهم بريد التي طيب في المرمى يقول ثلاثة أيام مشهر يلوجوا عليه في الكلينيك الكلينيك تي متاعنا احنا ما نجموش هما يشربوا تي أنجلي بونكوا يا سميرة. اسمع أنا راني قريت الأنجلي في حي الخضرة مش في الجرين سيتي في لندرا ما مشيت لندرا في الجرين سيتي في الجرين سيتي انا قريت في الجرين سيتي معناها شربت التاي نتاعنا معناها شربت التاي هذيك تاعنا تاع المرمى به مش مشكل نمشيو كويستيون اللي بعد ويليام شكسبير جو دي بيان شكسبير هل هو قهوه في اللاك دو هل هو ماركه تاع جوزوز باب سعدون تاع الانجليز ولا هو المدرب المساعد تاع مانشستر يونايتد هو المدرب المساعد تاع سي فوزي بن زرتي ويليام شكسبير صحيح ميرسي بوكو ميرسي بيه اسمين بعد النجاح في الاختبار نمرو 1 نمرو تاو الاختبار نمرو 2 باش نعطيك انا دو فيديو وانت المطلوب منك ترجميهم لنا باللونجلي اعطيني فيديو نمرو 1 لو كنسيان يا تونس الخضراء ما اجملك سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي اللي صورك اللي صورك اللي صورك اللي صورك بس علينا صوته حلو خذوني بالعين الحنين خذوني بالعين خذوني بالعين الحنين لو تنتاع على عنين سابوتاج هذي سابوتاج اللي احنا ملهيش محان دي بيه قولي لي الترجمة تاعها هذي سميرة هذي كما ترجمهاش خير عليه هذي قف في صحراء واحد بغني للشجر علم تونس يالي معنى هذي ما ترجمش بالانجليزي ما ترجمهاش خير أغنيت مايكل جاكسون اللي علاش تقتلوا في الفيولا وعلاش عرفتي اي ويل كيل يو في الفيولا والله يذم ولا بلاي وانا سيدي بيه مش 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 عندي ساعات كل الناس الحلا بيه مش تو تم تكمار فيتو تي نمبر 2 اتالم ولا اتكلم اتكلم ولا اتالم ولكنني اتالم واتكلم لكن اود ان اقول اتالم فلا استطيع ليس جبنا ليس خوفا ليس رهبه ليس ليس والف ليس يا
ايه جوست ترجمي لي منها شويه برك. شنو قالت؟ I suffer and I don't talk. I talk and I don't suffer. I don't talk, I don't mean any. اذا انا افكر اني موجود. باه نمشوا لي بعد. لست قصاصا. شنو؟ ليقاطع التلفزيونات على الاطلاق خارج القصاص القصاص. ريكو. واش قاعد يقولوا؟ شو قال؟ حتى نقول لك شنو قال؟ قال انا ها بالضبط شنو قال؟ قال انا القصاص ولست بصاص. تترجم هذه بصاص بالانجليش شنو هي باللي؟ ولا ما يبصوش. مش مشكل نمشي اللي بعده ترى تترجمش. يعني قالوا وخر قالوا ضرب بهم وفاء. كيفاش تبدل هذه؟ قالوا جو جو اواي ذا دانكي از فينيشد. باهي سميرة تو خلينا نحكي شوية سيريو خلينا نكون معاك ياسر واقعي في الأمور هذيا. تو أنت كنت جوري في الميس تونيزي كيفاش كانت التجربة هذي؟ شنو أنت بالحق ولا تتبولد؟ لسه حنين نحكي بجدي. باهي عليك كتبتي فين تبولد؟ كتبتي في عينيك كتبتي توزني سيريو على الأخر. عينيك ما يقولوش عينيك يتذبلوا يتحلوا. قدامك أنت قدام أنت قدام ما تحبهمش يتذبلوا. بس احنا نقولي لي سامية باهية التجربة باهية والميس باهية شو تحبني نقول لك الميسة فيهم بنات باهيين هكا ربحت فما واحدة ربحت باهي مش مشكل قولي لي سميرة تو نتبع فيك الانستغرام انا اقسم بالله وين ندور تليفوني انستغرام برك فيك فيسبوك انستغرام ونتبع فيك مرة هيك في دبي مرة هيك في مصر مرة هيك في لندن هذا والله ما مشيت لندن ايه معناها دوري برشا دوري برشا ندوري ما هو السبب ورا هذا كل هذا اللي قاعد يصير دبي انا ريزيدنت في دبي نعيش غادي في مصر نمشي نصور وكان نريدني في بلاد اخرى نحوس لكن حسب ما ادري انا وقاسم يقولوا لي تو في الحمص اللي جورماليست اللي معايا انت لديك طفل صغير اسمه قصي جميل جدا هل هو معك في دبي ام هو في تونس هو في تونس يجي طول عليا كي نبدا في مصر راك توحشي نصور تحبيه برشا تحبوا برشا تحبي كيف هنا معناها؟ أعطيني حطينا كتابي اللي تعطيها أعطيك كتابي ما قايفر أعطيني تابي وعيني كلوتا ما قايفر تابي وعيني كلوتا ودي هذيك حبو أنت فرتول أنت باهمي قاعد هنا فرتول لا لا أنا اللي عجبك في بالي قاعد نشط على ركيبي هذيك علاش نزور هكا هكا وين نقول النص اللي تاني وين هكا بيان سور طب بالحق نحب نسألك بالحق ما زي يسألني فما نص ملوطة ولا ما فهم شيء اليوم خلاص مزروب نص بقى نص ملوطاني كريت البلاصة أنا ممكن ده اسمعيني سمورتي نجم عايتك سمورتي ماشي ولا عايتك سمر ليه سمورتي خير سمورتي خير سمورتي خير سميرة وسمورة وسمرة واللي تحب عليه بما انك وليتي متخصصة في فيلم الرعب باش نعملوا بعضنا انترفيو كله رعب سيد المخرج اعطينا المزيكا خلينا نعيشوا امبيونس تاع رعب في بلوتو ونعملوا انترفيو رعب مع سميرة مقرو شعلي كلهم بلي بجنبك يا سميرة شعلي 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 سميرة وي سميرة نعم تصوري تقومي في الليل تبدا كرشك تغروت بالجوع طابتي الكوجينه اي تحلي الضو اي تلقي الانبوبه تحركت تحلي الفريجيدير اي يشعل ضو الفريجيدير ما تلقي الفريجيدير ما فيها حتى شيء يتاكل هذا هو الرعب اش تعمل يا سمير هذا هو الرعب انك ما تلقى ما تاكل شنو تعمل يا سمير وقت شنو نعمل شنو نعمل الفريجيدير ما فيه شيء يا سمير الفريجيدير كله ما فيه شيء تصور يا سميرة دار كاملة ما فيها شيء تصور يا سميرة ما قدامك شيء في الجدار الكيك لا نتصور لو فما حاجة مخبية نمشي نتفتفها زيدي ثبتي يا سميرة شوفي مين شوفي صار يا سميرة تحتن يا سميرة ما تخافش تحت من الشر ما تنلقالك حاجة تاكلها تحت من الخوف يا سميرة سميرة وي تصوري انت في وسط الناج تاع فيلم يعمل لك وتسمعي صوت من بعيد يعيطك يا سميرة
يا سميرة هذيك تابعة ما تتلفتش تغزي على اليمين ما تلقي حد تغزي على اليسار ما تلقي حد تتلفتي وراك يطلع ستيفي ماكياج جابد عليك فوشة بتاع فون دو تان باش يعمل لك روتوش المكياج تاعك يا سميرة ما تمسش مكياجك يا سميرة رد بالك تمسي مكياج يا سميرة سوت هذا نعرفه ستيفي نعرفه عندي تو 10 سنين كيفاش تكون الرياكسيون تاعك يا سميرة نقولوا يا ستيفي والله لا مسي تشري كلنا خافوا من ستيفي تيلي ضحكة عشرار يا سميرة زيدي ضحكي يا سميرة خل نخاف على روحي تيزي تيزي ولي تعبيتها في الحق سميرة اسمعيني صوري وانت ريك ده في الليل جدي بيان في الليل شنو يصير؟ في عود يبرك عليك بطليس يطلع لك البحر الجلاسي لابس كسوة اللومنيوم ويقول لك خذيني تربحيني يا سميرة خذيني تربحيني يا سميرة خذيني تربحيني يا سميرة قل يا البحري شنو أنا كبرت سميرة؟ عليك بحر الجلاسي بالنسبة لي أنا مرة كبيرة عمري 30 سنة مش مشكل أضربي له المضمون قولوا عمرك 13 يا سميرة أي هكاك نولي نحلة في عينه ولا في بلاصت هذا المنزل منزل سميرة مقرون حطي روضة سمير ومقرون تو ينقز يجري جولي قردري انت الرعب سمير زينة من الرعب زينة زينة ما قايب عطيني موزيكا يا سمير مرسي مرسي يا سمير اسمعين اقسم بالله حتى في الرعب ممتاز ممتازة هنرجع نحكي شوية على اللي ميز سميرة حسيت كلي هربتي قبيلة من سؤال نعادوا سؤال تاعنا انت كنت حاضرة في لجنة التحكيم وبيان كنت جوري في ميس تونيزي اي كيفاش كنت التجربة ما زي يحكي انا كنت حاضرة وكنت جوري انا علاش قلت لك قبيلة تتمقرر بالحق خاطر برشا عباد قاعدين يحط في دي كومونتير يوجعوا على البنات لسه حنينة نحكي معك سيريو سمير والله انا بدي نحكي معك سيريوس انا وقت يكلموني باش نمشي نشارك في الجوري تعرفت على البنات قبل ما انا شفتهم سي دي جون صغيرات عمرهم بين صغيره اللي ربحت عمرها 20 سنه اكبر وحده عمرها 23 سنه وابار انهم هما عاملين ان كونكور دو بوتي عطاوهم ابروف معناها باش يعملوا ان بروجي هيومانيتير يمشيو فما اللي مشات خذت قرض انا فما وحده شلي ميس امها خذت قرض باش رجلت مدرسه في حومتهم فما اللي مدرسه كانت مسكره ومشيت لمت من العبيد دقت على ديارهم باش لمت باش حلت المدرسه بالصغيرات شو يقرا في القاسرين تقريبا حتى مانيش مثبته وبرنسيف القاسرين فما شكون مشات زينت ليكول اللي قرات فيها القديمه معناها يعملوا في حاجات حلوه وعاملين فوق في شهر الانسانيه كما يقولوا فيها بالفرنسي هيومانيتيزم هيومانيتيزم يعملوا في الهيومانيتيزم والعبيد يعملوا عليهم في تمقعيريزم على الفيسبوك حرام عليهم سي با بيان اي سي ني با بيان خاطر الدنيا كلها ماهيش بوتي كل واحد ربي في سو خلقه في صوره بيان سور راني انا كي غزلي عروسه ربي خلقني الحمد لله ربي هاك انت اغزل شعرك مشعشط وعينيك هكا ما منين وحليك تعرفي سي بيان تعرفي قداش نتكلف لهم مكياج انا ولا انت تكلف لهم مكياج انت كان جات يد واحده تخدم لهم مكياجولي باش كون مكياج لك ستيفي ستيفي مسيك نجي هو العائله نتاعو الكل شوفوا شوف هذا كل باش مكياج لي وذني وقت باش انت فمك وحده باش يمكيجوه لا 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 بالسيمين اون برانسيب حتى ثاني يولي بالسيمين بيه مش مشكل قولي لي سمير زعما توا لي ميس تونيزي كان يروني انا كي نعجبهم انا الحق مازلت ما ريتش انت قلت لي فما نص لوطاني مانيش مثبته مازلت ما ريتش طولك انا انت طويله ممكن تقولي لي سي بون نص الفوقاني نجيبو نص لوطاني سيد مغل هاي زين انكم سيد مغل هذا تسمعي بلي سيد مخرج كان فهم بوسيبيليتي نجمو ندخلو شتار لوطاني تو لا لا خليه سوربريز سي با غراف اوكي 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 سوربريز تاع عندك بنو سيدي اختار زيد 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 شو شو انتي راجل محليك وعندك ذوق يظهر لي عندك ذوق كبير ومتاعك حلو تحب العصافير او كنال ورايا اموتوا على العصافير لبلابي حتى المنتج نتاعي اسمه عصفور بطبيعته بيه مش مشكل بيه حبيت نقول لك سميره قبيله حكيت معك في سؤال جبتي شويه وما حبيتش احكي فيه حبيت لو نحكي سوريو حكيت مصر ودبي لماذا تذهبين كثيرا الى مصر وكثيرا تذهبين الى دبي على العلم انك كنت مقيمه في دبي وما زلت مقيمه هناك ما زلت مقيمه في دبي ان شاء الله ما يزيدش نحيونا الاقامه وانا حالنا الفيزا ما نحيناش لطف 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 صعبوها علينا دبي في دبي زاد عندي خدمه انا راهو انا حتى اقامتي مكتوب فيها ممثله في دبي اما عندي بروجي قاعد يتاجل عنده عامي اللي هو شنو مسلسل اسمه الحرم لك كيما حريم السلطان شو اسمه الحرم لك حرام لك كيما حريم السلطان هذاك البروجي نورمالمون سنة باش نخدموه معناها عندك فيه رول برينسيبال عندي رول فيه برينسيبال اما نتكلم بالمصري مش بالتونسي
تسمع أما جاير قلت لك يحرم يوم أنا يحرم جلدك أما جاير كنت مقبيلة عينيك الفوق خمت عينيك الفوق أما جاير بي وذي مش عادة في رمضان ومسمسم لا لا هو باش يتعدى في 60 حلقه دونك يتعدى بعد رمضان والا من رمضان ويكمل زوز رمضانات لازم انا وفي مصر تو خدمت قداش انا من مسلسل عملت في مصر تو خمسة مسلسلات وعندي حاجات جايين قاعده نقرا فيهم ان شاء الله في مصر نمشي على التصوير انا عم نمشي تعديت 5 شهور تصوير راه واحد عاودت رجعت صورت شويه تو نعاود نرجع تو بعثوا لي باش نعاود نمشي نقرا في السيناريو باش نصور معناها حسب فهمت معناها تونس عملتها كلمة حتى نتاع البياج تمشي عليها كي تعمل تلا وترجع لا لا تونس تونس تجي هوني باش راتح مخي باش نشوف ولدي نشوف ماما وخواتي نقعد معاه سورتو نمشي بحداكم نشوفكم نشوف ميقالو نستينا سمير نستينا كنت وحشك نجيك انا برسي حنين فما فلوس توا ما فما فلوس مادامنا نخدموا فما فلوس قدي تقولي قدي قدي ابري قولي قدي اعطيني بالدولار نعطيك بالجنيه ولا بالدولار بجنيه اسمع الجنيه والدولار ما عادش تفهم شيء الجنيه كل يوم يزيد يهبط 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 والدولار يطلع لي ما عادش فماشي 500 دولار في النهار دخلك في النهار تنجم تدخل اكثر شنو 500 دولار معناها وش بينا خلصوا فيا قل هوني في القناه لا احتج اعتصم اعتصم في بلاستك غادي اعتصم عليه يعطيني مثلا فكره نتاع مطلب مطلب احتجاج عم مطلب احتجاج قدم استقالتك وجا معايا لمصر قولي والله خدمك والله اقسم بالله نستقيل تو اقسم بالله نزك لمصر تشوف من سامعيني سامعيني سميره حبيت نقول اليوم للمشاهدين اللي تفرجوا فينا اعلنوا رسميا على المباشر الليل استقالتي من القناه ماكايفر اجت على ضمانتي على ضمانتي وماكايفر هاي معنا زاد انت شنو ماكايفر تاعك انا ماكايفر تاعك ماكايفر علاش معنا ماكايفر جبت نو ما سمعتيش لطفي قال عليه قبيله تزي معنا الضبوط المصر إذا كلمة زين ما حين ونحطه في فليج قولوا ذي ضبط ميقال لا ولا بالحق ولا بالحق أغزل ميقال اسمع كلامي هاكا ستي في بحذك قولوا يعملك مكياج بالقداء ويلبسك ويهند باهي كوستيما ما تلاجم تعمل مخير وتعمل شوتينج باهي أعطيني تصورك تنوريك في شوتينج أقسم بالله اسمع ظفر العابدين يروحوا به قولوا لك ها وفي ميقال وجي ظفر العابدين يروحوا به دليل تاع مسلسل دليل تاع المسلسل يقولوا له ميقال وشد بلاستك برا روح تونس وتعرف النجمة في حاجة غيرك فيه زيادة نجم مثلا اشترف مقاني اشترف مقاني مثل بي في مصر اي واشترف مقاني نبعث الدوبي نبعث الدوبي نبعث الدوبي وبي وين نصب في الانترنت نقول محب نمثل ما تصبش هيتو انا نهزك شنو تتصب هذي تيمو ما عنديش باسبور ما عنديش باسبور راني ريتني انا ما عنديش باسبور علي ما عندكش باسبور بربي مش حدو تصويرتك راسك مش حدو باسبور يقسم بالله يقسم بالله سميرة ظروفي مزرية لو مكسيمو ناري ريتوني في القناة مش مقاعدين يخلصوا في لا انت باش يخلصوك في القناة فلوسة خلصوني حرابش اقسم بالله لو صاير فيا سميرة والله مش ننفد حتى من السي اس اس مش يصب علي شنو قلت لهم صبوا علي السي اس اس قالوا لي قالوا لي تو صبوا عليك الكلوب الجمعة هذه عم يجي يصب عليك اسبيرونس وبعد الاتوال وبعد صب عليك سي اس اس صاير فيا سمير اي نادي مسيكا اي تجم تعمل لجوء سياسي راه تقول انا مضطهد في بلاد حسي بيا سمير قولوا احنا الاقليه احنا الاقليه انت عروسه وحدك ذولي في تونس اقليه مضطهده اقليه مضطهده اقليه مضطهده واعمل لجوء سياسي كما عملوا برشا يعطوني اللجوء زعما بيان سور يعطيوك لجوء سياسي ما فماش منكم برشا راه فماش منا برشا يعطيوكم هكا بلاصه تسكنوا فيها هكا وما عندناش مشكل ريتنا نحن العرايس ناخذوا شكل الاناء الذي نحتويه ما عندناش مشكل وين نحطونا نقعد من تحذري لي انت الامور كلها ذي انا نهزك معايا اقسم بالله يا سيد حسي بيا سمير حسي بيا والله حاسه بيك مقايفر كتابي مقايفر قديش من راجع ما تبكيش لا 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 حسوا بيا لحنينة حتى من سميرة حست بيا لحنينة يا بقى اقرب لي سمير اقرب يا ولد سعاد ما نجمش نجيك انا يجيني بس يا حنينة يجيني شدي لي يدي سمير أحس بحنان سمير لم أمسك في حياتي ولو لي مرة امرأة شعر بحكيكة لم أمسك في حياتي امرأة من يدي يا سميرة ولو لي مرة هاني بسي هاك أمسكت أما ما عادش نعود هالحملة لكنك ما بتتيش برشا قاعد يفن سجون واه مسيت لك شعرك تجرح تقص سأعمل له دفريزاج لا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي وتو دفريزاج يعيطولو في مصر يا سمير شان لا هو هما الكيراتين يقولوا الكرياتين ولا حاجه كرياتين الكرياتين تينا بكريا بالك بس عايش كامل كرياتين كرياتين
وبيتو كي نعمل كرياتين ولي بيه شعري والله يدول يهبط على عينيك تراسي لك هكي مش بيه خلينا نرجعوا تو الانترفيو سيريو تاعي احكي لي كيش عامل فيك قصي تحوسي بيه دوري وحسب ما قاعد نشوف في فيسبوك هاكم تخرج تعملوا سبور مع بعضكم وجاكم لوجي ديما نعملوا سبور نخرج ديما خرجوا معايا عامل فيا ما ديما خرجوا معايا وفي الكهرباء يحب يلعب نبدانا نسوق وهو يا سام يقوليش ماما يقول لي سام يا سام يبدا يجبد فيا يا سام هو عيط لك سام هو نربطو يقول لي سام هو عيط لك سام هاي ساتون بيعمل هو عيط لك سام وانا عيط لك سامور تياكم ما عندناش مشكله ما نجوش اي ما نخلطوش بدا كل واحد يعرف اموره اي فوالا باش ما نحسبكش كي ودي ما وانت مشو تحوس واحكي لك على واحده نحن ما نجيو ديما انا وياه نحوس نمشيو للريستوران يحب هو يا اما يقول لي يالو مقرونه يالو معناها كل سفره يالو يحبها مقرونه يالو ولا بيتزا دوك من الحاجات اللي يطلبهم في الريستوران وكوكا كي نبدا راضي عليك يعمل حاجه باهي يقول لي ناخذ كوكا اي جيبي نهار بحدي انا بحدي انا عندي ريستوران عند البرنس ورايا وهو نزل باكلوا لبلي بيتفل ليه يعطيه مثلا كوش علو شكا بكري اونتر بارونتيز ايوه كالوبيا وليمون انا كل شيء عندنا يا اخي حال الريستوران في ستوديو امور ندوروا في الزيرو ندوروا في الزيرو باش نطلعوا شويه وتاكسيفون هاكا وراك تاكسيفون هذاك اي تبع ومحبس وكانال وليه امورك باهي انت مال روحنا سمير اش نعمل نخبر ندوروا في الزيرو وتبيع في الليسانس الحمد لله تهريب من اسمها ذي تهريب ذي تهريب راهو ذي الدوله قاعده تحارب فيكم انتم يعاقب عليه قانون هذا الدوله قاعده تحارب فيكم ما ريتش لي بيب اللي قاعدين تعديوا في التلفزه نتاع نتحدى التهريب كونترا كونترا كي نتاع كونترا 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 سيد مخرج كلم فيه وين سيد المخرج؟ اش قلت؟ الحاكم هدو برس حنين سمير اسمعني قال لك الحاكم هدو باش تكون الرخصة نتاع النوميسيون اسمع كنقول له مصباح الخير ونستنى سميرة ومحلاها قاعدة معاكم خبي الحراب سو بون سو بون لازم نتخبى لازم نتخبى هنا اون برانسيب ممنوعات هنا سميرة محليك نورتينا فيس عم زوبرا وجماعة حاكم قدام النوميسيون يستنوا فينا حبك الماكسيمون سميرة حبك الماكسيمون سميرة نورتيني يا سميرة الماكسيمون شدني من يدي سميرة خاف من الحاكم سميرة شدني من يدي سميرة خاف من الحاكم شدني من يدي خاف من الحاكم سميرة اعطيني بوسه اعطيني بوسه خاف من الحاكم سميرة اعطيني بوسه خاف من الحاكم بوسيني بوسيني خذيني بنوي حنينة بنوي 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 علينا النغم تاع حنينة مبارك نقول لكم هربان الحنينة بنوي سيبا صارت سيبا ميكرو متاعك سفطا ميكرو سفطا سفوزي ساكن والله يتسخن قوموا نضربوه بالكفوف الميكرو سفوزي سفوزي رم مرجوني يا مبطوني تحت الطاولة يا مطلعون يا مربطوني ميكرو والله يتسخف مسكين والله يبعدي ينعديه تحت الطاولة كتب ينعديه فوق أنا وراء والله قريب نبكى ليك والله سفوزي كل ما يبطوني ست كفوف يعطوني اللود ساكن والله اللي قالوا يظلي بتعيش تحت كان تحت القاعد لودي حتى في النوم نرقد تحت الفرش احنا في الدين استنست هكا سبوع هكا سفوزي وزري ده سبوع والله جو سوي بيان تقف يا لاج جو سوي بيان حتى انا جو سوي بيان جو سوي مالات سي بوسا افريكو فو ترغيي فو لاوار دو لرجون و بيان اوبلي تو سكو دو بروبليم انيسيتيف سي بوسا جو في ترغيي تكتب التونسيين سي بوسا يا ودي كون واضح في كلامك ما فهمت شيء كي دو فرونسي باردي بس كلم بشماء فرونسي سبجونكتيف تريتيف فرنسي سبوع مكروسي المخرج يا ودي يطلع ما نحبش مسكين عم الراجل سيت عايزك تشكلو جيب سيت نزل كنت تدريب